احنا يمكن انا يمكن اشرت في المقدمه ان النظام الدولي بشكل او باخر اختل اكثر بعد 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 تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي. في محطات اخرى صارت تاريخيه من بعد عام 90 وتحديدا بعد بدايه التسعينات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي اثرت اكثر في اختلال النظام الدولي وعززت اكثر من دور دول المركز. لا بالعكس انا اشوف ان هذا الكتاب عمار كتاب كيسنجر كتاب كيسنجر اللي حاصل اليوم في الحلف الأطلسي وعبد العزيز اللي حاصل الحلف الأطلسي اللي يمثل الأمريكان والأوروبيين يقول كيسنجر في هذا الكتاب شراكتنا إحنا كأمريكا مع الأوروبيين ترى شراكة مو مستقرة شراكة مضطربة ولذلك كتب الكتاب هذا الشراكة المضطربة فيقول بيننا وبين الأوروبيين مشاكل وايدة لكن وسيلتنا الوحيدة لحل هالمشاكل الحوار بيننا وبين الأوروبيين بيننا وبين الأوروبيين إذا انفرط الأطلسي معناها جايتك الصين وجايتك روسيا فخلونا نشلب في الأطلسي ونحل المشاكل اللي بيننا بالحوار يعني خل يشرح هذه النظرية يعني في الكتابة تعطينا بس بشكل ملخص دكتور الفرق في دول المركز بين النموذج الأمريكي والنموذج البريطاني كثير كبير كبير جدا كونهم هم اللي حسب كلامك الريسبشن اللي يتحكم بالعالم صح شو الفرق بين الاثنين؟ الفرق أساسي النظام في أمريكا نظام رئاسي مو نظام برلماني نظام رئاسي الصلاحيات العظمى هي للرئيس ولذلك يا هذا ترامب وعفسهم عفسه يعني عفسهم عفسه وتر علاقاتهم في العالم كله مجيء رجل واحد لأن نظامهم رئاسي النظام في أوروبا نظام برلماني مربوط بالقاعدة الانتخابية مربوط بالتجارب السياسية والأحزاب العريقة المعارضة والحاكمة النظرية السياسية الفكر السياسي الأوروبي التقاليد السياسية في أوروبا ما تقارن بالأمريكان طبعا الأوروبيين متقدمين كثير عن الأمريكان ولذلك أي دبلوماسي اليوم من أمريكا يبيين بالشرق الأوسط حتى يتوسط في موضوع أو يتكلم مع الدول العربية في موضوع لازم يطب في أوروبا ويقعد ليلة ليلتين حتى يدرسونه شو تقول وش ما تقول يعطونا الـ ABC مال السياسة الشرق الأوسط خبرة الإنجليز كونهم أكثر خبرة في منطقة طبعاً الاستعمار الفرنسي 132 سنة في الجزائر وفي شمال أفريقيا الاستعمار البريطاني أقدم بعد في مصر وفي الخليج وفي الهند فهمت كيف؟ فإحنا قاعدين نتكلم عن الفرق بين النموذج الإنجليزي الأوروبي والأمريكي نعم البرنامج النموذج الأمريكي مثل ما قلت لك نموذج رئاسي النظام في أمريكا نظام رئاسي الشعب ينتخب الرئيس مباشرة النموذج الأوروبي نموذج برلماني أحزاب تتصارع ينزلون للناخب الناخب ينتخب الحزب هذا يصير حزب حاكم الحزب الأغلبية يكلف واحد من رئاسته بتشكيل وزارة وتصير وزارة تابع الحزب الأغلبية النظام البرلماني مضبوط أكثر ليش مضبوط؟ لأنه خاضع لكثير من الاستحكامات مش مرتبط بشخص مو مرتبط بشخص واحد مثل النظام الأمريكي الحين ولذلك المدرسة الأوروبية أكثر استقرار لأن عندها تقاليد
عندها تقاليد. يعني أنت لما تروح إلى جامعة مثل كامبريدج، جامعة كامبريدج أكثر من 1200 سنة، تخيل يعني الجامعة 1200 سنة، 1500 سنة. أكو جامعات أخرى صار لها 1700 سنة، يعني أقدم جامعة أمريكية. يعني قس على ذلك مكتبات، برلمانات إلى آخره، كونغرس، وبغرفته الشيوخ والنواب، ما عندهم تاريخ. ترى أمريكا عمرها مثل الكويت، يعني 300 وشي سنة، 300 سنة. يعني الكويت، شوف الكويت، دورها هني بالدول الأطراف ما تلقى الكويت، يعني كيف هالكبرها على دول الأطراف؟ فهم شلون؟ أمريكا نفس التاريخ، ماكو مدة، يعني ماكو زمن. ولذلك الأمريكان أحيانا حتى يتغلبون على عقدتهم من أوروبا يقولون the old continent، القارة العجوز، القارة العجوز. إيه نعم عجوز، بس قالبتكم. أنت ترى أن أوروبا قالب أمريكا؟ إيه. أمريكا اليوم هي اللي مسيطرة على العالم كله؟ لا مسيطرة، لا الحين، لا لا، هذا خبرك قديم. مسيطرة على 26% من اقتصاد العالم، هذا صحيح. بس أوروبا عندها قدرة استمرار. لا، ما البعض، يعني بعض المحللين يرون أن أمريكا أيضا مسيطرة حتى على أوروبا، مو مو في النهاية على بريطانيا. أمريكا مو مسيطرة، لا في النهاية على بريطانيا، فرنسا. بريطانيا نعم، بريطانيا باختيار باختيار بريطاني. بريطانيا الإنجليز تردهات، الإنجليز قاعدين يستغلون علاقتهم بأمريكا لصالح المواطن الإنجليزي ولصالح القاعدة الانتخابية البريطانية. بس أنا أتكلم عن فرنسا، ألمانيا، اللي هم عمالقة أوروبا الغربية. ما ترى أن هناك سيطرة أمريكية؟ لا 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 لا، الآن الآن ومع كورونا، لا لا أبداً. الكلام اللي قبل فترة نسب إلى ميركل وماكرون بأن نفكر جديا في جيش بناء جيش أوروبي. بالضبط، هم كانوا يحتاجون أمريكا. تصريح وتصريح ترامب اللي يعتبر أن هذا يعني نوع من الإهانة لأمريكا. طبعا طبعا، هذا أكبر دليل أن ألمانيا وفرنسا يفكرون فعلا بالابتعاد عن أمريكا، لأنهم الآن فعلا الأوروبيين يفكرون بإنشاء جيش أوروبي يستغني عن الحماية الأمريكية فيزافي روسيا اللي على حدودهم. معي عمار؟ فهم هم 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 الأوروبيين ليش التصقوا بأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية؟ ليش؟ للحماية، الحماية من هذا الدب الروسي. الروسي، فهمت شلون؟ الآن خلاص يبون استقلال عن أمريكا، بس شنو؟ لازم يأمنون. يعني أنا أشبه أمريكا بالثور والأوروبيين بالثعلب. الثعلب قبل لا يهجم على حظيرة الدياي يقعد يتلفت، صح ولا لا؟ أكو أحد، ما أكو أحد، أكو أحد، مو بس أكو أحد، شلون أنسحب، شلون أرجع عقب ما أخذ الفريسة، عقب ما أهبش لي بهالدياي، فهم شلون؟ الأمريكان لا، الأمريكان حط للون الحمر يجيك دعوم، مثل ما صار بالعراق، مثل ما صار بالعراق. بالعراق حرب 2003 حرب أمريكية، حرب أمريكية على العراق، ودخلوا وتورطوا، ودخلوا تحت مسمى كاذب إنه العراق عنده أسلحة دمار شامل، وطلع ما عنده. كولين باول كذب على العالم، خطب في الأمم المتحدة وقال إحنا لازم نجرد العراق من أسلحة الدمار الشامل، بينما لما دخلوا العراق ما لقوا أسلحة دمار شامل، معناه كان يكذب. تدري الإنجليز يقولون الحين، أكو كتاب لازم تقرأه اسمه The Black Door، هذا تاريخ
تاريخ المخابرات البريطانية. The Black Door. The Black Door، الباب الأسود اللي هو 10 Downing Street نمبر 10. رئيس الوزراء وين ساكن؟ في 10 Downing Street اللي هو باب أسود. في هذا الكتاب يقولون، وفي كتب أخرى مو بس هذا يعني، يقولون الإنجليز لو إحنا كان فايل العراق بإيدنا كان ما صارت الحرب هذه اللي سووها أمريكا 2003، مع أن بريطانيا اشتركت فيها الحرب بس كانت بقيادة أمريكا، بالتصدي أمريكا، كان بالتصدي الأمريكي يعني. فيقولون فلو الثعلب كان هو اللي متصدي للملف، بس يقولون الإنجليز لو كان الملف العراقي بإيدنا ما كانت تصير الحرب، كنا نسوي ثورة داخل صدام، داخل قصر صدام، ونستبدل صدام بآخر يتعاون معانا. تدري من كانوا يفكرون فيه؟ ونبقي على العراق طارق عزيز بديل. اي نعم، كانوا يفكرون بطارق عزيز الإنجليز. الإنجليز كانوا يفكرون بطارق عزيز، فهم شلون؟ ولذلك في رواية، في رواية كاتبها روائي إنجليزي معاصر يعني اسمه فريدريك فورسايت، اسمها The Fist of God، قبضة الله، فهم شلون؟ يقول في هالرواية، يقول إن الإنجليز كنا نفكر احنا ومسمين طارق عزيز، مو طارق عزيز، مسمينه جيريكو. جيريكو اسم مستعار، اريح، اريحه، اسم اريحه، اسم مستعار. فيتكلمون عنه في المراسلات، جيريكو ايش قال اليوم وايش بيقول باكر. فالانجليز يقولون احنا لو بيدنا فايل العراق ما كانت تصير هالحرب هذه، كنا نسوي ثوره داخل القصر. وهذا فن إنجليزي عاد، فن إنجليزي داخل القصر، نبقي على النظام، الشخص هذا ما عجبنا نبدله بواحد ثاني، صدام حسين واخره يب فلان، حطه بسجن، حطه كذا، غربه انفي، بس مو هالكتله اللي صارت. لا، الثور الامريكي ما يفهم هالشغله هذه، ثور امريكي دعوم، فهم شلون؟ ولذلك شو سوى في فيتنام؟ شو في فيتنام؟ فيتنام يمكن 250 ألف من قتلى الجيش الأمريكي، 250، ربع مليون يعني أمريكي. ولذلك صارت المظاهرات يعني في أمريكا ضد استمرار الحرب مالت فيتنام. أمريكا شذي، الحرب الكورية بلاوي صار فيها. العراق ينوا الجنود الأمريكان من المقاومة العراقية، ينو يعني. الآن تروح إلى أمريكا في مستشفيات خاصة نفسية لمعالجة العائدين من العراق، يعني اللي مكسوس ريولة، اللي مكسوس كتفة، اللي صاير عور، اللي صاير عمي، اللي تعقد، اللي طلق مرته، اللي ذبح عياله، قصة صارت. ونفس الشيء في أفغانستان؟ نفس الشيء في أفغانستان. أفغانستان يريدون الهروب، مو الخروج، الهروب. فيعني كله بسبب العقلية الأمريكية اللي تعتمد كثير على العسكرة والعضلات. والعضلات، لذلك هم لما تدخل مطاعمهم شنو يأكلون؟ أقول لك ديش، هذا موش اسمه، يأكلون أكل غريب عجيب يعني. بينما الأوروبيين لا، الأوروبيين عندهم النظرة الأعمق، خاصة لشؤون العالم الثالث، لشؤون العالم الثالث. خلنا نرجع الحين عيل، دام هذا التباين اللي موجود الآن، نعم، بين النموذج الأمريكي والأوروبي، الصراع داخل دول المركز للسيطرة على دول الأطراف، شلون اليوم نقدر نقيمه؟ بالضبط. الآن مهم جدا إن إحنا نقرأ كراسة كيسنجر، هذه الشراكة المضطربة، حتى نعرف الورطة اللي تورطوا فيها الأمريكان مع الأوروبيين. ومع ذلك كيسنجر يؤكد بأن لا بديل عن التعاون مع الأوروبيين، ولا نستطيع أن نحن
يعني نعتمد على الـ 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 الانعزال أو 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 سياسة الانعزال. طيب خل أنا هني بس قبل شوية أنت أشرت إلى موضوع هنري كيسنجر. نعم. وأيضا مر في طيات كلامك دكتور أيضا موضوع كورونا. أنا بيربط كيسنجر مع كورونا وأبي أستحضر كلامي هنري كيسنجر ذكر قبل فترة وجيزة يعني خلال أزمة كورونا ذكرنا الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أطلقها الفيروس كورونا قد تستمر لأجيال عديدة. صح. الظروف الاستثنائية الحالية أعادت إلى ذهني يا كيسنجر المشاعر عندما كنت جنديا في الحرب العالمية الثانية الشعور بالخطر الوشيك الذي يستهدف الكل تداعيات التفكك الاجتماعي المترتب على الفيروس لا تعترف بالحدود المهمة تتمثل في الانتقال إلى نظام ما بعد كورونا هني شاهد الكلام بوضع رؤية لتعاون دولي لمواجهة الأزمة مطلوب من الإدارة الأمريكية حماية مبادئ النظام العالمي الليبرالي. هو خايف، هو هذا كلام كيسنجر خوف، خايف جدا من نتائج الكورونا، خايف جدا راح تأثر كورونا على النظام الدولي بدون أدنى شك، بدون أدنى شك. إذا استمرت على هذه الوتيرة عمار تأكل من الغرب أكثر مما تأكل من الشرق، شفت شلون؟ هذا يهدد، يهدد دول المركز، يهدد دول المركز. ولذلك أطلق هذا الإنذار. طبعا كيسنجر فراسته ودهاءه مو بسيط، ولذلك هو قاعد ينبه الآن الغرب أنه فلنهتبل كورونا كفرصة تاريخية للوصول إلى 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 رؤية مشتركة. الآن ماكو رؤية مشتركة. طيب احنا اذا نرجع مره ثانيه الى 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 دول الاطراف، احنا يمكن تكلمنا وايد على دول المركز وتكلمنا على على الاربع وسائل اللي من خلالها يتحكمون في 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 دول، لكن اذا نبي نتكلم عن دول الاطراف افهم من كلامك دكتور بان الدول دول الأطراف غير حرة في في رسم سياساتها الداخلية الخارجية. الأوتيل في غرف صح ولا لا؟ إحنا غرف في هالأوتيل. يعني أنا ما بي أبدو يعني مستهين في دولنا، بس إحنا غرف في هالأوتيل. طبعا الغرفة عن غرفة تفهم. أكو ستاندرد، أكو إكزيكيوتيف، أكو جونيور سويت، أكو إمبيريال سويت، صح ولا لا؟ بريزيدنشال سويت، بريزيدنشال سويت. طيب بس في النهاية كلهم غرف. اللي يديرك الريسبشن اللي تحت، الآن دول المركز هم اللي قاعدين يديروننا. وإذا أي واحد يعر طفوا عنا الكهرباء، طفوا عنا الكذا، طفوا، ترى بهالبساطة وحصلت. يعني هني إذا نبي أيضا نسقط كلام سابق كان لك فيما يخص موضوع دول الأطراف والفرق بين الدول الكبرى والدول الصغيرة والصغرى. صح. إذا الدول الكبرى إذا الدول الكبرى في النظام الدولي الحالي دول المركز تتحكم فيهم. نعم. شنو واقع الدول الصغيرة والصغرى؟ شنو مصيرهم؟ شنو واقعهم؟ شنو اللي ممكن يسوونه ضمن هذا البحر المتلاطم اللي تسيطر عليه دول المركز حسب كلامك؟ نعم. أكبر خبير عالمي في شؤون الدول الصغرى روث شتاين عنده كتاب مهم جدا عن الدول الصغرى small states أو mini states. روث شتاين يقول بأن هذه الدول الصغرى مصيرها مهدد. طبعا الدول الصغرى الكويت منها، الكويت، لبنان، لوكسمبورغ، توغو، وقس على قطر، الإمارات، سنغافورة. كل هذه الدول يسميها روثشتاين دول صغرى، وحط اسم الكويت يعني ضمن القائمة. يعني
يقول هذه الدول تواجه معضلة استراتيجية في أمنها، أمنها الداخلي وأمنها الخارجي، ولا تستطيع أبدا الاستمرار كما هي. الحل، الحل أنها تتجمع هذه الدول الصغرى لتشكل كتلة أكبر، وحدة جغرافية أكبر. يعني دول مجلس التعاون الخليجي مو ست دول، تشكل كونفدرالية كبيرة تستطيع أن تتصدى للتهديدات اللي ممكن أن تتعرض لها مع حليف خارجي. أما أن تستمر هكذا فهي مهددة في أي وقت من الأوقات مصيرها وجودا. يعني يعني إحنا فكرة الكونفدرالية بين بين الدول الست ما لنا حرية الاختيار، أنا أقولها لهالدرجة. يعني إحنا ملزمين بالموضوع هذا، وإذا ترددنا في هذا الموضوع وأصرت كل دويلة على أنها تستمر كما هي، لا، الرياح جاية، رياح في الإقليم، رياح في القارة، رياح دولية عالمية. ولذلك الحكمة، الحكمة إن إحنا نرصد آراء الخبراء، هذه لها خبرة. هذا روثشتاين خبير عالمي، يعني تستقي من الدول خبرتها ومستقبلها وكذا. فلازم إحنا ما نستهتر بالآراء هذه وبالأفكار هذه، إن الدول الميني والسمول ستيتس هذه ما تقدر تواجه الرياح القادمة. يعني طيب إحنا تكلمنا عن 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 دول الخليج، واقع الدول العربية إحنا إذا يعني في النهاية يعني أكو دول عربية محورية تستثنين إحنا، لأن تكلمنا إحنا دول الخليج، لكن عندنا في النهاية مصر، عندنا في النهاية تونس والنظام الجديد اللي موجود في تونس، عندنا دول المغرب العربي. الدول هذه شنو واقعها اليوم ضمن النظام الدولي الحالي؟ كلها من دول الأطراف، كلها لكن مستقبلها شنو ممكن يكون؟ مستقبلها مربوط بالنظام الدولي. إذا النظام الدولي نتفاهم معه ونحل إشكالاتنا معه نستمر، إذا لا لا. أنت شوف سنغافورة متى طلعت؟ سنغافورة، سنغافورة ترى سنة 65 صارت دولة. تيمور الشرقية متى صارت دولة؟ توها، أظن بالسبعينات حتى صارت. ليش؟ كله بسبب مصالح دول المركز. دول المركز، دول المركز تقول لا لا يبقى، ما يمكن سنغافورة تستمر جزء من ماليزيا، فصلوها عن ماليزيا، كتوا عليها الهجرة الصينية إلى أن أتخمت بالهجرة الصينية، صوتوا تحقيق المصير، مطلبكم نبي نحقق حق المصير، تحديد مصيرنا، إحنا ما نبي نصير في جزء من ماليزيا، انفصلوا بحكم دولي، بحكم دولي فصلوا، صارت دولة. الحين تيمور الشرقية اختلفوا على كنيسة وما شنو وما شنو، هذول لا المسلمين راح يضطهدون الكذا، وأثاروا فتنة طائفية. دول المركز أثاروا فتنة طائفية دينية في تيمور الشرقية حتى يفصلونها، وفصلت والآن دولة. معناتها بتقولي أيضا اللي صار في السودان نفس الشيء؟ بالضبط. السودان بريطانيا عاد قعدت 50 سنة، 50 سنة سوت جنوب السودان مناطق مغلقة، مكتوب كذي بالخريطة closed territories الإنجليز سووها،
وأثاروا الفتنة. الفتنة أنتم مسيحيين وهذيل الشمال مسلمين بياكلونكم با 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 الآن في صواها. طيب يعني احنا يمكن وصلنا الى 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 ختام هذه الحلقه عن النظام الدولي تقريبا دكتور معك، لكن انت باعتقادك برايك الى متى ستستمر سيطره دول المركز على دول الاطراف ضمن الرسمه اللي انت راسمها اللي هي النظام الدولي الحالي والسيطره على الاربع ادوات الى متى؟ انا برايي هذا الأمر ممكن أن يستمر. الآن صار لترى من سنة 45، هذا سنة 45 نهاية الحرب العالمية الثانية، حتى الآن إحنا 2020، يعني كم سنة فيها؟ 50 سنة؟ لا أكثر. أكثر ها؟ أكثر صح ولا لا؟ أنا مو زين بالإحصاء. 75 سنة. 75 سنة صح، 75 سنة استمر. 75 من المانع أنه يستمر في المستقبل إذا ظلينا على خيبتنا إحنا دول الأطراف؟ إحنا دول خايبة. يطلع فينا واحد مثل بوكاسا، يطلع فينا واحد مثل سوكارنو، يطلع فينا واحد مثل عبد الناصر. إحنا دول خايبة وفاشلة. ولذلك أنا أقول طالما إحنا عايشين في ظل زعامات بهالعيار، لا يعني ممكن يستمر احتكار دول المركز للنظام الدولي. طيب دكتور، وصلت وياك إلى ختام هذه الحلقة، كل الشكر لك. إن شاء الله موعده راح يتجدد إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله في موضوع جديد. نعم، راح نسلط عليه الضوء إن شاء الله. إن شاء الله نجمع عنه. إن شاء الله إن شاء الله. أبي أطلع صورة المظاهرات اللي طلع أحمد القطان. طيب هذا راح نقصها بعد. بس خلاص دام ضحكنا على نوقف لأن أصلاً باقي 3 دقائق. بطيت راسنا على شعر. يلا قاعد ينزل ماشي تمام الحين ينزل. ايه وصوتي ترى ضعيف. صوتي ضعيف؟ صحيح غريبة. قدمك الكرسي شوي احسن، تبي اريح لك؟ لا كذي مرتاح. انا مرتاح. ايه شو ماشي للحين السجمنت الاول دكتور؟ زين ماشي. زين ماشي. زين ماشي تمام. عندنا اليوم رقيب. ايه شو ماشي تمام صح. يلا فرح تبدي على طول من 67 اول ما يقولون 67. يلا مفتوح الايباد دكتور؟ مفتوح الايباد. ايه مفتوح. 3 2 1 Cube.